في البرد ده محتاجين طبق بليلة سخن كده يدفينا ويدينا سعادة كده، حاجة كده في منتهى الجمال. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. غسلنا البليلة كويس جدا، القمح نقعناه في مية مش أقل من 4 5 ساعات، أو من بالليل وتعمليه الصبح، أو من بالصبح وتعمليها بالليل. تمام، ننقعها كويس ونحط حلة مية كده سخنة ونسقط فيها البليلة ونهدي عليها النار جدا، ونسيبها بقى ايه بعد تلت ساعة نص الا 5 هتفتحي عليها. لازم تكون النار هادية، شمعة كده بتنمل، هتفتحي تلاقيها بالمنظر ده. هنضيف بولة سكر، لازم نحط السكر على القمح قبل اللبن ونسيبه مثلا 5 دقايق ولا حاجة علشان السكر يشرب في البليلة والبليلة تشرب السكر كده وتبقى طعمها حلو قبل إضافة اللبن، علشان لما ناكل واحنا بناكل كده نلاقي الحباية نفسها فيها طعم ومسكر. وبعدين نضيف اللبن بالتدريج وبنزود حسب الكمية اللي احنا عاملينها. انا بسم الله ما شاء الله يعني الف هنا وشفا، عاملة كيلو بنحبها جدا وبنحب وبنشيلها في التلاجة كل يوم بالليل نفطر منها. بالليل كده ناكل البولة مج كبير يعني بتدفينا كده، وفي الفطار بتبقى حلوة جدا. البليلة اساسا فيها فوائد كتير جدا ومغذية جدا، ويا سلام بقى للاطفال حاجة كده خيال، بتديهم كل حاجة في طبق واحد، بتديهم كمية فيتامينات رهيبة ونشا بقى ولبن وسكر وحاجات كتير كده. تمام، وبعد كده بنضيف الفانيليا. في ناس بتحب الفانيليا والموارد، وفي ناس بتحب الموارد بس، وفي ناس بتحب الفانيليا بس. انا عن نفسي بحب الاتنين مع بعض. تمام، هنضيف عليها كده الفانيليا حسب طبعا برضو الكمية، لازم نظبط الفانيليا والموارد حسب كمية البليلة، لازم تبقى حلوة كده وطعمها حلو. عايزة اقولك انا على الكيلو ده انا حطيت اكياس كتير، مش عايزة اقولك الرقم لا تتخضي، لان دلوقتي الاكياس ما بقتش الفانيليا مش فيها طعم زي زمان، وما بقتش فيها حاجة، انا حطيت 11 كيس. تمام، وبقيت اضيف لنفسي انا كده بس كيلو بقى، وما شاء الله واخده لبن كتير، فما تتخضيش من الرقم. انت ظبطي الفانيليا حسب ذوقك وحسب نوع الفانيليا اللي عندك. في فانيليا نفاذه جدا ما بتحتاجش كتير، تمام، يعني انت حطي تدريجي وذوقي. وبقيت اخد لنفسي كده وازود لنفسي موارد، لان مش كل اللي في البيت بيحبوا الموارد، بس الموارد بصراحه بيديها طعم برضو رائع. تمام، وهنسيبها بقى على النار شويه كده تشرب كل الطعم اللي اخدته ده، وهنضيف عليها بقى ايه، نظبط سكرنا حسب رغبتنا، السكر ده ملوش مقياس، حسب ذوقك. ونركنها شويه باللبن ونسيبها بعد نص ساعه نغرفها. بصوا في يعني قمح بيحتاج نشا وفي قمح ما بيحتاجش، بصراحه دي مش محتاجه. لو بصوا تقلت ازاي، لو لقيتوها خفيفه حطوا معلقتين نشا كده دوبوهم في نص كوبايه ميه وضيفوهم. خلاص كده الفيديو خلص، ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك. كانت معاكم ميرفت من يوميات ليدي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسيبكم في امان الله. يلا يا قمر ادعمينا حالا واعملي لايك للفيديو وشير واشتراك في القناة. سلام.